يقول: هل ورد عن عبد الله بن عمر أنه سمع رجلا عطس ثم قال: الحمد لله رب العالمين، فقال له ابن عمر: اتق الله، ما هكذا علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ثم قال له: إذا عطس أحدكم فليحمد الله. هل هذا وارد عن عبد الله بن عمر؟ قضية أنه وارد عن ابن عمر ما أدري، لكن الكلام صحيح الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم أن العاطس يحمد الله، يقول الحمد لله، فيرد عليه أخوه ويقول يرحمك الله، ثم يرد هو ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم. هذا الذي ورد ولا يزيد على هذا. نعم.